اهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ اسيا. والاسبوع ده زي ما قلت خصصناه لوصفات او حلقات العيد، العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل حلقه مخصصه للكبده. هنعمل الكبده بكل اشكالها. هنعمل النهارده كبده مقليه، هنعمل كبده مشويه، هنعمل كمان كبده بالدقه، وهنعمل كمان كبده بالصلصه الحمراء ودبس الرمان. هتبقى جميله جدا. المقادير اللي انا هحتاجها في اول وصفتين، خلينا نقول ان احنا هنعمل الكبده المشويه الاول وهنعمل الكبده المقليه، لان هما قريبين من بعض مع اختلاف طريقه التحضير او طريقه القلي والشوي في الفرن. هنحتاج للتتبيلة بتاعت الكبدة، هتبقى مشتركة ما بين الاثنين. التتبيلة بتاعت الكبدة بتاعتي المشوية، لانه المشوية بديها شوية الاول على النار وبتكمل في الفرن. ممكن لو حابين تعملوها على الفحم، ممكن كمان لو حابين تعملوها على الجريل او على الفرن على طول، برضو ما فيش مشاكل. المكونات هحتاج عصير ليمون، وهحتاج كمان شوية من الصلصة الحارة او السبايسي صوص او اللي هي الصلصة المكسيكية، بتديها طعم حلو برضو. هحتاج بودرة الثوم، هحتاج بودرة البصل، هحتاج كمان كمون وشوية اوريجانو والملح. بالنسبة للحاجة اللي هضطري، قلنا يا اما عصير الليمون مع الخل، او في حالة الكبدة البانيه انا هحتاج زيادة، يا اما هحتاج كمان الزبادي في التتبيلة. وبالنسبة للكراست او الطبقة بتاعت البانيه، هحتاج اللبن الرايب، عشان خاطر الكبدة بتحتاج نوع من انواع الحاجات الحمضية اللي بتطريها. فقلنا يا اما عصير الليمون والخل بالنسبة للمشوية، لكن للبانيه هحتاج اللبن الرايب مع بيضتين، شوية زيت زيتون، وهحتاج كمان البقسماط والدقيق. نبتدي مع بعض. اول حاجة هحضرها التتبيلة بتاعت الكبدة المشوية. عندي هنا الكبدة. لما تتكلموا على الكبدة بالنسبة للشوي او بالنسبة للبانيه، لازم تطلبوها من الجزار تكون ستيك. كل ما كانت ستيك ومتقطعة شرايح رفيعة، كل ما كانت احلى واحلى. فهسخن اول الطاسة، هخليها بس تسخن، لانه الكبدة المشوية حلو ان هي تاخد شوك في الاول. وهبتدي اشتغل التتبيلة. خلوا الجوانتي هنا على جنب. هحتاج زي ما قلت عصير الليمون. خلونا اجيب المكونات كلها جنبي احسن. عصير الليمون، هحتاج الصلصة الحارة، هحتاج بودرة الثوم حوالي معلقة صغيرة، هحتاج كمان بودرة البصل. ما بحبش احط بصل مبشور ولا ثوم مبشور على اساس ان هي مشوية، ما بحبش ان هي تتحرق، خصوصا لو عاملينها على الفحم. وهحتاج كمان الكمون، وزيادة ممكن نزود شوية روزماري او ريحان ناشف او زعتر ناشف او اوريجانو بتاع البيتزا. كل دي حاجات بتبقى لذيذة جدا في الكبدة او بتمشي مع الكبدة. وهحتاج اخيرا الملح والخل وزيت الزيتون. بس كده. طب حطيت عصير الليمون، هحط زيت الزيتون مقدار معلقتين كبار تقريبا، مش عايزه اكتر، لانه الزيت زي ما انتوا عارفين في التتبيله دايما بيقفل مسام الحاجه، فما بيخليهاش تتشرب كويس. لكن لو كانت كميته معقوله اقل من معلقتين بيبقى حلو قوي. هحتاج شويه من الملح، ما نكترش عشان خاطر في خل وفي كمان عصير ليمون. وهحتاج بودره الثوم حوالي معلقه صغيره، هحتاج كمان بودرة البصل معلقة صغيرة كمان، هحتاج الكمون والأوريجانو. ما نكترش الكمون للكبدة لأنه الكمون بيمرر، لكن برضو الكبدة بتحتاج الكمون، فلازم ندي شوية، ربع معلقة مثلا صغيرة بتبقى كفاية قوي. الحاجة اللي هحتاجها أخيرا واللي هتديلي طعم حلو قوي هي الصلصة الحارة. دي على حسب كل واحد، في ناس تحب الكبدة حراقة، في ناس تحب الكبدة شوية شوية، كل واحد زي ما يحب. بضيف لها شوية من الخل الأبيض، ممكن تحطوا كمان الخل البلسميك، مفيش أي مشاكل. بس لاحظوا إنه الخل البلسميك هيخليها تتحمر في الشوي بسرعة قوي، خصوصا إنه في مكونات كده بتبقى تشتغل في الشوي، يعني زي العسل، السكر البني، الخل البلسميك، كلها حاجات بتجري قوي في الشوي. هاخد بقى التتبيلة دي، همزجها كويس قوي، وهحتاج احط يعني نقول الزيت هنا، ممكن اقول معلقة صغيرة من الزيت، لانه انا زي ما قلت هديها بس تشويحة
سريعة جدا على النار، وباقي الشوي هيتم في الفرن. ممكن تعملوها على طول في الفرن على فكرة. خليني بس ابعد، مش عايزة اسخن الزيت قوي. وهاخد زي ما قلت الشريحة بتاعت الكبدة، يستحسن ان هي تكون في السمك ده. كل ما كانت بالسمك ده زي الستيك، كل ما كانت هايلة في الشوي. اولا مش هتطلع ناشفة، هتبقى مقرمشة من بره وكمان طرية من جوه. لاحظوا ان الكبدة لما بتستوي فترة طويلة بتبقى بتجلد، ويستحسن ان احنا لما ننقع او نتبل الكبدة نسيبها على الاقل ساعتين في التتبيلة، لكن احنا عشان الوقت مش هنقدر، لكن هتبقى حاجة لطيفة جدا لو قعدت في التتبيلة دي. ولمسة الشطة دي بتديها طعم حلو قوي. عشان طاسة صغيرة ممكن تعملوها في صينية بايركس زي ما انتوا عايزين. هاخد، لازم نسمع الصوت ده. كده تمام قوي. الكبده مش لازم تقعد على النار فتره طويله، لو هتتشوي هقلبها الناحيه الثانيه، يعني نص دقيقه هنا ونص دقيقه هنا. علي النار عشان الكبده ما تلحقش تنزل ميتها، لازم النار تبقى عاليه عشان الكبده تاخد الصدمه بتاعتها. وفي الوقت ده هشغل الفرن. هناخد الكبده ندخلها الفرن. زي ما انتم شايفين ما لحقتش تنزل ميتها، وده اللي كنت بتكلم عليه. بتقعد في الفرن حوالي تقريبا 10 دقائق ل 12 دقيقه. مش عايزين نسوي الكبده كتير، لانه الكبده زي ما قلت كل ما تسوت كتير كل ما بقت يعني بتجلد. هجيب الزيت، لانه دلوقتي هنعمل وصفه تانية واللي هي الكبده البانيه. خلي الزيت يسخن على النار، وهبتدي اشتغل في نفس المكان، لانه زي ما قلت نفس التتبيله. هضيف بس نفس المكونات، معلقه ونص لمعلقتين صغيرين من الهوت صوص او الصلصه الحاره، وده زي ما قلت اختياري. في ناس تحب الكبده حراقه، في ناس تحب الكبده مش حراقه. معلقه صغيره من بودره الثوم، معلقه صغيره من بودره البصل، معلقه صغيره او حتى ربع معلقه من الأوريجانو، وعندي هنا الكمون ربع بس. هنا بقى مش هضيف لا عصير الليمون ولا الخل، هضيف زيت الزيتون بس، معاه معلقتين كبار من الزبادي لربع كوباية من الزبادي. مش هتخسر حاجة، لأنه زي ما قلت الزبادي بيبقى حاجة مطرية جدا للتتبيلة بتاعتي بالشكل ده. لو شفت ان هي محتاجه ملح ممكن اضيف، ممكن كمان تحطوا فلفل اسود، بس انا ما حطيتش الفلفل الاسود عشان حتى الهوت صوص. هاخد بقى اتبل نفس التتبيل، والتتبيل بتاع الكبده زي ما قلت لازم كل ما قعدت في التتبيله حوالي ساعتين لثلاث ساعات، اربعه، ليله كامله حتى، بتبقى الكبده طعمه قوي. بس حاولوا التتبيلات اللي فيها خل ما تسيبوش الكبده فيها فتره طويله. اهو عملت كده، وهحط الكبده اهي. نعيد ونزيد ان هي متقطعه زي الستيك كده، يعني حوالي نص سنتي سمك، والعرض زي ما تحبوا. يعني كل، في ناس تحب تعملها زي الستريبس، في ناس تحبها شويه تكون مفتحه، بس عموما الباني بيبقى ليه حجم واحد وشكل واحد زيه زي الفراخ، زي البفتيك، زي اللحمه، كل حاجه. تمام، هتبلها هنا واسيبها على جنب على ما احضر لها الخلطه او الكراست اللي انا هعملها فيها. بالنسبه للخلطه بتاعتها انا هحتاج حاجتين. لما بنتكلم على الفانيل بنتكلم على البيض، بنتكلم على البقسماط والدقيق. لكن البيض بتاعي مش هيبقى بيض عادي، والدقيق بتاعي مش هيبقى دقيق عادي. عايزه احافظ على النكهات، فهجيب هنا بيضتين
اهو. البيضتين دول انا هحط معاهم تقريبا ربع كوباية من اللبن الرايب. اللبن الرايب قلنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، وانتوا عارفين الماركة اللي احنا بنستخدمها هنا في مصر. او لو ما عندكيش اللبن الرايب ببساطة ممكن تعمليه في البيت في الوصفات لو عايزة تتصرفي، ان انت مجرد تحطي لبن او حليب وعليه عصرة من الليمون وتسيبيه شوية بيجبن وبيتحول للبن رايب. هحط له شوية من الملح بهذا الشكل، وهحتاج كمان الدقيق والبقسماط. عندي معلقة هنا، عندي بقى البقسماط بتاعي، وهحتاج الدقيق. ما بحبش احط بقسماط بس عشان البقسماط بيتحمر بسرعة، فالكبدة هتبقى نية، لكن لو خلطت الدقيق والبقسماط هيبقى لطيف جدا. وممكن العملية دي كمان تعملوها بدل البقسماط بالردة، تبقى جميلة جدا. بس انا الردة بحب اعملها بطريقة تانية، ان شاء الله لو في فرصة نعملها مع بعض. فهخلط الحاجات دي مع بعض وهديهم شوية بهارات برضو، ما تبقاش عندي الطبقة دي ملهاش طعم. هدي شوية بودرة الثوم، شوية بودرة البصل، ممكن اضيف بابريكا لو عايزة، ممكن اضيف ملح، كلها حاجات بتخلي الكبدة بتاعتي طعمها حلو قوي. تمام كده، انا كده عملت الكراست. هعمل بقى بس البيض مع اللبن او الرايب عشان الناس ما تفتكرش ان هو حليب، لا ده لبن رايب، هيساعد ان الكبده بتاعتي ما تطلعش بتجلد، هيخليها تطرى اسرع اكتر في القلبين. ده اللي بيخلي على فكره حتى الفراخ البانيه طعمها حلو قوي. يعني الموضوع ده مش بس للكبده، انا دايما بجرب اعمل البيض بتاع البانيه بالرايب بيبقى حلو قوي. هاخد بقى من هنا، ممكن تعملوا حاجة لطيفة جدا، ممكن تعدوا في الدقيق الاول وبعدين الخليط ده وبعدين البقسماط، بس انا زي ما قلت بحب اخلط البقسماط مع الدقيق عشان خاطر الكبدة بتاعتي ما تتحرقش بسرعة. حوطي دلوقتي الزيت، انا قدحت الزيت وحوطيه، لانه لو خليته على نفس الحرارة الكبدة هتتحرق بسرعة، هيتحمر برا والكبدة نية من جوه. لكن لما بهدي النار، وده الحال بالنسبة حتى للفراخ الروستد والحاجات اللي قلنا عليها، ناس كتير بتقول ان الحاجة ما لحقتش تستوي فبتزعل وتقول لا لازم اسلق الحاجة، لا ما تسلقيهاش، بس حمي الزيت الاول كويس قوي وبعدين وطيه على الهادي كده كل حاجة هتمشي تمام. انا هنزل بالكبدة كده وكمل تحميرها ونطلع فاصل، نرجع لكم بعد الفاصل نعمل باقي وصفات الكبده.